يكون الشرطة وليد نروح هذا استعداد ليرة عندك راه مقسم على فوجين فوج الشرطة الشرطة القضائية يشرف في الوقت سطرت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران مخططا أمنيا استثنائيا يقف بالدرجة الأولى على احترام الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكذا فرض سيادة القانون على كل المخالفين للقرارات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن.